بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن الفتة للبرد والانفلونزا عند الاطفال. طبعا بنستخدم معاه اكتيفيد، شراب اكتيفيد عشان الزكام والاعراض الحساسية بتاعة الانف والرشح والزكام. بنستخدم من 5 ل 10 ملي من 2 ل 3 مرات يوميا حتى اختفاء اعراض البرد اللي هي الرشح والزكام. الايموكس مضاد حيوي 250 شراب، يحلل بماء مقطر ويعطي 5 ملي كل 8 ساعات لمدة أسبوع. أبيامول شراب مخفض للحرارة، مسكن مخفض للحرارة. طيب أكتيفيد، الملاحظات بقى، أكتيفيد يحتوي على مضاد الاحتقان الأنف مع مضاد الهستامين مضاد الحساسية. الجدول التالي بين الأدوية اللي زيه، يعني البدائل بتاعته، عندك بلكيز زيه زي أكتيفيد، بيبرينو رينو، فيفرين، فلومول، نوفو، نوفلو 1 2 3، ساين اب، سودوفين. كل دي ادويه عشان حساسيه الانف. كونجستال شراب، فيفر اند فلو، نيو مايكلون. طيب الايموكس بقى مضاد حيوي، يحتوي على اموكسيسيلين وهو مضاد حيوي واسع المجال، يوصف اذا وجدت اصابه ميكروبيه او للوقايه منها اثناء دور البرد. المستحضرات المحتويه على اموكسيسيلين شراب الصيدليه مثل هايكونسيل، ابياموكس، هيوكسين. طيب باراسيتامول طبعا زي ما قلنا مخفض وخفض للحراره. نقط منه نقط، ومنه شربوس ومنه شراب ومخفض للحراره. الباراسيتامول في الصيدليه مثل ابيامول شراب ولبوس، ستال في منه ستال، برامول، باراسيتامول، بيرول، تمبرال. طيب ايبوبروفين شراب خافض للحرارة مسكن للألم ابتداء من الشهر السادس من عمر الطفل. الايبوبروفين ما يستخدمش أقل من ست شهور. طيب زي ايه الايبوبروفين ده؟ المادة الفعالة، الأسماء التجارية زي بروفين 100، فلابو 40، ايبروفين 100، ماركوفين 100، ماركوفين 300، ماركوفين 100، بروفينال. ملحوظة هامة، استعمال مضادات الاحتقان الموضعية الموجودة في قطرة الأنف لفترة طويلة مثل أوكسيمكسازين قد يسبب التعود عليها. وبكده نكون النهاردة خلصنا الرشوتة ديت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.